ما غاديش نسكتوا باقي. راه بنتي البارح تضربات في تكادير، ما غاديش نسكت باقي لهذا الشيء. كيقول لنا اليوم غدا اليوم غدا، حنا عايشين في الازبال، حنا عايشين في وسط الازبال وعايشين في الزيكوات. الناس كيبنيو العمارات وكيخرجوا الزبل ديالهم من الفم من الباب وكنشموا كلشي مرضين بالحساسيه. عندنا ثلاثه دروابس في الدار، مناش من هذا الشيء اللي فاش عايشين دابا. ودابا ملي خرجنا نهضروا على حقوقنا حبسونا، الا حبسونا خصو يجيو لينا داك الشيء اللي بغينا. خاصنا الكوليج وخاصنا الابتدائي، ما خاصناش نسكتوا على هذا الشيء. جا الكوليج وداروا في تكادير وخلاو تيكمل بوكر، وجا الكوليج وداروا في تماعات وخلاو تيكمل بوكر. علاش تيكمل بوكر ما كاين اللي يهضر عليها؟ واش ما كاينين رجال عباد الله؟ شحال من حاجه خاصها تيكمل بوكر ما هضر حتى واحد. طالبوا المسؤولين، فاش كتكون انتخابات كيجيو عندنا حتى قدام الباب ويدقوا علينا. علاش ما يدقوش عندما ملي كاينه المجرى قدام الباب؟ علاش ما كيدقوا علينا ملي كنحطوا الفلوس باش كيدوا ولادنا النقل؟ علاش ما يكونش عندنا الكوليج؟ علاش حنا نخلصوا مال التماعيد عند الكوليج؟ مال التماعيد انت قادير عند الكوليج وضاربوا بكر؟ ضاربوا بكر كروه حمراء، ماشي مواطنين؟ ماشي مغاربه؟ ما عندناش الحق؟ ها؟ ولا يديز علينا بابانا الدكاكه، كنطالبوا بالحقوق ديالنا. ما البنيه التحتيه لا ما كاينش، ما كنشريو الماء باش كنشربوا، الا ما كانش عندي الماء في الدار ديال الشراء ما كنشربش. حويجات لا شرا ولادي كبار صلاه على النبي، راه ولدي راجل كيشري حويجات يعشقهم، الا صبنتهم ما كديرش الشرطه كتكشف. يلا وليداتنا صافي عياو، كون كان عندي الجهد ما نبقاش فيها، ولكن الغالب الله عينا عينا مأساة مأساة كنعيشوها يوميا العام كامل الشهر كامل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي. عندنا زبالة مديونة كاينة تما، شتي زبالة مديونة في كازا كاينة عندنا حنا في دار بوكر. ربي لا مسير صور وشوف. والكلاب الضالة، الكلاب الضالة كنخافوا على وليداتنا اللي خرجوا برا، نخافوا يحرشهم شي كلب. حيت الآن وليداتنا ما قاري، راه ونعزين في الدار، راه شهر كمل على القراية، شهر هو داز، راه وليداتنا في السابعة والثامنة ما قاريينش. واش هذا حل؟ ما كاينش فين يقراو، ما كاين فين يقراو. تكادير فيها جوج كوليجات، قال لي كلشي عامر. ها هما ما كان فين يقراو، هما ناعسين في الدار. واش هاد الشباب هادو بغا يحرموه من الدراسه؟ واش هذا قانون؟ وحنا خارجين على حقنا وخارجين على 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 حقوقنا، ما خارجين حتى على حاجه، ما كنطلبوا حتى حاجه. وعلاش حابسيننا؟ علاش ما عندهمش حق يحبسونا؟ بغينا الكوليج يجينا لوليداتنا، بغينا المصالح للشرب، بغينا كل شيء. المنفايات قهرونا، الكلاب كياكلوا. داك نهار كلاو بنت عندها 5 سنين، ما بقاش قدرنا ولادنا يخرجوا حتى فم الباب. واه يديروا لنا شي حل، هادشي راه بزاف. كل عام نمشيو عندهم يقولوا لنا واخا العام الجاي غايجيكم الكوليج، العام الجاي غايجيكم الكوليج. وشي كوليج ما كان. مشاو ولادنا لتماعيل كيجروا عليهم يقول لهم سيروا تقروا في دواركم، مشاو لدار دوار تكادير كيجروا عليهم يقول لهم سيروا تقراوا في دواركم. واش ولادنا ماشي 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 شباب يستحق القرايه؟ راه وليداتنا بيناهم يقراوا، بيناهم حتى هما يكونوا شي حاجه، راهم قدوه للمستقبل.